دالسن تي في إشه وررك سوغن كدورو حرمدا بلاها unlimited كادية قدميس حوارة سارة إيو قيمة جبان كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هيل unlimited data internet يوكو هذا الآن كادمانين مدو بلا وغشو بإي دهاب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل توعنا مناكسنا دوضي رهلكني وتلفشيك دلسن حروتي سام قلد موشو كسو دوادة وركا بينمي تي بيك دلسن قد بدا قوة من وركا إنها بينمات قد وندن تان نوحا كميدا اللاور حريستي لول عبد عزيزا يا مانتا تان لغو آسي مقلد موشو مدحوينها جمهورية دا سوماليا هيا همبريو ديريها وينك سوماليا دو قوة دن مانتا وبش سديد مارس إتاي يغو دبال دقيا مالتها ووينها دوكا قرشها أغون سويدارسيغا هقناعسيغا قران ايا مانتا لغوسو قبقبي مقالد مقدشو حيبت اللي دو هيا مانتا سيادو عمران يدو تاي مالتي قدن بيسي اي مالمها بيش شعبان يدو وايفو دين غوسو قليد هاي بيش براكيسان الرمضان يدو دادكونا سيادي وبحدافين مانتا حيبت اللي دو inta soo qodobadii wararka ugu waaweynaa daawadeel ku soo dhawaada warkaa oo dhameystiran shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beeko waxa ay koronto siisa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisa adeega koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aden Cade dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah اللون حريسي لول عبد العزيز يا مانتا لغو آسي مقالة ده مقدشو سيدا وركان نغو فافاهي نيسو وريهينا فاضم عبد القادر وحان أوراني يا كليا لول أيضا نغن نسيبا ده مانتا أنا قاعد يدرين كاق عبر لأيداد لول قبري هل يلقل ياني ونول الله أكبر واتهاي ويلكاس داد يرا دو جدان وويلكا إذا شي لول عبد العزيز كورونا هانتي ووحل لي يابا وللفجعو وحاو دول جوغا قبري قفو يديد وحاول يا بني هاي ماشي هو يدي سنة دقايق الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لول دفر واكتم لول قرقه واكتم لول المه واكتم لول تلك واكتم لول له دور كان كان الى ودا كاغ تغينا مدبل يبر وميت كيدو كو جيري فلنجر مرحوم لول عبد العزيز و اي لهيد اور لبا بيلود ونا لهيد سيغي ايدو او دخداي سيد علي معلن داوود او هوراي لو شيغي انو اسيغو او غوباي ايا لغا سوغوتينيا اسبيتالكا ديكفير اي مغالده مقدشو او اي تالاي سلااد كوباد جنازده ايا لوغلا توكداي مسجد كوباد اي كو يالا اسبيتالكا اي ديكفير اي مغالده مقدشو وحنا اهل كو شيغين ان سلااد لباد جنازده لوغلا توكن دونا قبريغيدا وحنا لوغو سو اسي دونا ديغانكا جزيره الى ودب كلمه سي والوغتاي الى هيو تبدو يا كل ما تاي الى ودب اخر او غدري الى ودب وحن جوجنا دجانك جزيرة جارحان حافظها وحاجة ضم بقبرجة مرحوم دلول عبد العزيز وهايد هوي الصوماليات كجريوتي اللي حرورة وأيضا مركم هروة هايد هوي أبوي كرسنيسي لول وحيمان تقبرجة أوجا شيء وأي سبب ستي سيج أيضا أول حد يصير له شيء جاي أيضا أول لباب بلاد هن أوجبي بل يكبدن أي كوجرت فيلنجر وضم بين مانتا أي لوج البيي جرجة رسمي جها دمان إهلك يا صاحب بذا يا دتك أي وذا شقينا يعني يكون عيش وذاق هاي أولادي أي شيء أيها كسوق بجلي أسك مرحوم دلول عبد العزيز جنازتي لبعض أيها لقولته كذي هلكن وقدم بين إل خيا الله نجاي وحنا لول عبد العزيز لغو حسوسنا يا جارحان أبيه دلنا لغوسي حسوسنا يا ميل كأتكاء وسمية وهاي إن قبل يسوع عدالة أولادي وحنا وقدم بين محكمة قبل كبنادر أي سنة سيد علي معلن داود يكون حكمتي دلتو جشاه تاسو وهاي قصاص مرحوم دلول عبد العزيز وحين أهل كأو أسك كذب ورباهن تلاها لي أي شجان إن مهم تاي إن عدالة دل أبارة إسلامر كان أي دلبنا يا سيد دجا إن لغو تكتو شخصي جاية دلية ولا حدا يا هاي سيد علي معلن داود قبل ما أنت وحن كاني gurigeedan keenay fabrigeed rasmiga waxaan ogaanaysiin wax walba waa maqdur min indillaah maanta in la keeno gurigan oo qabriga ay bil ku jirto aniga awood xog iyo xaalad aan leeyahay kuma noqonin ilaahay iraadisu waaye anaga shaqaal jasiir aan la dhahaa
دي ما قادنو انت بدن بقول كيف سلاسل عفس ووحينا لكن يا لكن قبضان وحا هدا وبان هنو لو قصاصو وقابدر لو ددل والا قرن يا قابدر اولي متي لول بل يا كبان فرجير كجرتي ما انت وحانو هنو قرية رسمي قها إله سبحانه وتعالى نحريسي سيارو ورجينينا وانا هو باين ايهلو جنة انت مخلوق سكوت مد ما انت أما أتاعنا من أرجلنا إن أهل الجنة توانهمنا إلهي سبحانه وتعالى الله حريصته وحن لنا هاي قبر كذا روضة من رياض الجنة إلهها وريقه أنت مسلم كسو قيب قشي صومالي لما أنت أهل كل نوع حن لنا هاي سانت أتسوق عدين سان أجر له الله كديه وحن لنا ورددوا ورددوا وحن الدقة عدالة وإله إن لجبغان الدقة ده والله العظيم إنا أنا قد كاسل وذا جلا ميت كظلم جلا يا إيه ميت كلا أبو كاتان هاي والله عاجا أنكو قاضنا يا إيه ميت كلا أو ظلم جا وذا قبيارد أي قاضي لما أنت قد هلا وذا جلا يا وحن أورن يا كليا لول أيضا نجنا سيب هذا مانتا أنا قاعد يدرين كعبر ليه هذا لول قبري هلا يلقي لي أنا ونول محي لي نحريس لول إيش إن شاء الله تعالى يا إلهي رحمة دي سو مركز أنا وذا تغني أنا كذا قال مركز أنا تقول فيه أقول له جو قرب عصو أما قبل قال يلقي لي هذه شغله وقول له مركز لكن نسيبه ما هني هلين فاطمة عبد القادر هذا يتبي قدر سن دينك الجزيرة مدحونها جمهورية دا سوماليا يا همبريوكو أدن سديد مارس غدري هو منها سوماليا دا سد وركن وقفها فاهنا يو وريه إن عرقجي مدحونها جمهورية فترة كسوماليا مدرع حسن شيخ محمود وهوين كسوماليا udre hambalyeku adan xuska maalinta haweenka adduunka ayaa bogaadiyay doorka muhiimka ay kaga jiraan bulshada dhaqaalaha dalka iyo sabta bixinta qoyska Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa xusay doorka taariikhiga ah ee ku leeyihiin hawlgalka gobnidoonka iyo kaalinta maanta ay kaga jiraan ama ay ka qaadanayaan hawlgalka lagu cidhibtiray al shabaab dhamaan dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan leeyahay hambalyo maalinta haweenka Soomaaliyeed oo ku aadan bisha Maarso 8deeda gudahan shacabku waan baleynayaa si gaar ah waxaan u baleynayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan ku bogaadinayaa dadaalka ay ugu jiraan halganka dalkan looga xoreynayo khawaarijta halganka ay ugu jiraan horumarinta iyo hagaajinta qoyska Soomaaliyeed hooyadu waa udub dhaxadka qoyska qoyskuna waa udub dhaxadka ummada gabdhaha Soomaaliyeed halganka dalka ka socda doorka ay ku leeyihiin waa la garanayaa ظروفها هذا وقت أي جيران ولا قرن يا قيس كدور كأي كليه هاي النمذا يا نحريستا يا بربارين تكسكو نورش قيس كا قيبت أكو قاتان إن دشود وحمالان إن قطر بدن أو بريران سي أي مانتا قيس كذا قيس كذا قبل الصوماليات يا عرورت هذا أي نور في عن مستقبل في عن أي أهلان هاي الصوماليات أيضا عن وحبرانين جامعة عن كصوبحن سكول أنتين أي soo saartaa dad jaamciyeena wax bartay maanta dalka qiimo badan iyo macna badan ugu fadhiya dhamaanteen hadii dib loo raaco waxaan ka soo jeednaa inta badan hooyooyin aan wax baran anaga wax baan baranay waxay muujinaysaa hooyada Soomaaliyeed dadaalka iyo juhdiga iyo macnaha uu u leeyahay qoyska iyo awlaadeeda inay meel tagto waqtiga dhurufaha adag iyo dalka iyo dadka ay soo wajahdana waa la garanayaa doorka ay leeyihiin gobolka bedonki doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku lahayn waa la garanayaa xabsiiday ku umul jireen isticmaalka inta xirxiro dahabkooda iibi jireen si ay ugu garab istaagaan halganka muxuu ay socda codkooda ay muuji jireen banaanka ay soo istaagi jireen waa u dhima jireen waa loo dili jiray ayagoo xurriyadda ku hadaaqaya oo u qeylinaya maantana intii kama duwana kamana waxaysna dagaalka lagu jira khawaarijta doorka ay ku leeyihiin waa la garanayaa taakulaynta haday tahay iyo qoray inta qaataan inay dagaalamaan ay xabad ridaan haday tahay intaba gabdho badan oo Soomaaliyeed ayaa ku dhintay dagaalka khawaarijta ayagoo la dagaalamaya khawaarijta gabdhaha Soomaaliyeed ee dagaalkaas iyo halgankaas ku geeriyooda dhamaan inaa horta Ilaahay uu naxariista janno siiyo dambigoodana Ilaahay u dhaafo waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso oo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan magacoodana ayadoo wakiilka aan ku xuso Faaduma Maxamuud Ibraahim oo la garanayo hooyo saddex caruur leh ayadoo dagaalamayso khawaarijta la dagaalamayso ku dhimatay meel ka qiimo badan oo qof bini'aadan ah uu ku dhimanaha ma jira asoo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfacayo Faaduma naxariista janna Allah siiyo sabri iyo iimaan Allah ka siiyo ehelkii qaraabadii iyo owlaadii ay dhashay ee ka tagtay sharaf iyo karaamo iyo magac ayay ayana ummadda Soomaaliyeed ku dhex lahaan doonaan owlaaddaas ay ka tagtay
صبر باران لنا دي الليرة وحا انتاس دير او عادي يدربنا قبلها الصومالية دقالك كليما ظروفها عادك ادالك سووجة سيدا اسبدل كعيميلة مركو ادعو قبلها الصومالية ان اي كم انتاسو كيلومتر بي اي دودك اغسو قادة ilmi heeda ku waraabiso oo xoolaha guriga ugu haray ee socowahay ee ruqda ah ay ku waraabiso masalan inta ay dhigto weelki biya ay ku kanta haanti ay soo xambaarsatay oo biya ku kanta dhigta ayay aanba hadana inta qaadato ama masar qaadatay hadana baxday duurka aadaa hadana ay reerka ay u soo waxaysa gabadhaasi subax waaga bari ila caawo laga gaaray ku taagan waa hooyo waa hooyadeen waa walaasheen waa xaasken xurmo gaar ah ayay mudantahay maanta marka waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca umada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan mar kale ay ila hanbaliyo dadka Soomaaliyeed macnahaad ugu fadhiisan aad iyo aad ay u garanayaan nolol iyo sharaf iyo karaamo ayaad ka shaqeysaan halka aad joogtaan ka wada umada adiga ah indha u ahay guuleysta insha Allah أقول سويدارسي كوساب سنة قرشها قراني جناس تدا سوماليات مالما مكسر عدين بجردة مقدس شوية لسوق بجبيه سيدا وركن وقف فاهنا يوريه إن جل شاكر أقول سويدارسي قرشها إزبدل كقراني جناس تدا هو جامين يسوق سعودي مدلل وما الموضة هي ما أنت لجوسو بجبيه مجردة مقدس شو أقول سويدارسي جانا ما كلن كان يروح كسوق بجري وزيره هير فدرال هير دولة جبلات جناس تدا ورد جامعة ذها إيه مرت شرف كلو مهمها inta kulanka loo socday ayaa waxa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo tibaaxa iyo fursadaha iyo caqabadaha hortaagan ganacsatada Soomaaliyeed iyadoo markii dambe ay qayb galayaashu ay yeesheen kulamo gaar gaar ah oo ay kaga doodayeen horumarinta ganacsiga Soomaaliyeed gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeere oo ku hadlayay afka ganacsatada Soomaaliyeed ayaa dawladda ugu mahadnaqay dadaalka ay gelisay shirkan waxaana codsaday in kulamada noocan ah la sii furfuro oo la gaarsiiyo kulamo heer lala qaato qayb kasta sida waaxda beeraha kulumaysiga xoolaha dhoofka iyo kuwa kale wax badan la xamanay laakin dawladda hadaan idin ka harno haddii arki doontiin maanta waxa ka dambeeyay waxaan diyaar u nahay markasta in aan talaab kasta iyo barnaamij kasta la qabanay in aan ka qayb qaadano oo waliba ra'yi ku darsano waa run haddii inta laga dhawaajinayo aqbadaha iyo si loo hormari karo iyo waxa laga dhawaajinayo waxa yiin oo waxa lagu soo laaway kushnerkan markaa waxaan isleeyahay bog cusub oo noo furay hadaw oo noo sii socdana wax badan oo noo sii bedel doona waan ku faraxsanahay in arda laga sameeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo loogu talagalay in mararka qaar kood kulamo ay ka dhacaan oo waliba hadda si guud aan ganacsato u galnay waan xafiiska ra'iisul wasaaraha hoggaamiye guud iyo ku xigeenkiisa kula balanay in every saddex biloodba inaan mar kulanno si aan ra'yiga iyo wixii aan qabno aan markasta aan u gudbin karno waxaan kala ku balanay oo si hoos ugu balanay in hadda sector walba 3 qof iyo 4 qof aan looga yeeray inkastoo ganacsatadii ay mararka qaar markay weydiyeen hoggaamiyaha joogta ay leeyeen aaway ragii eedaha markaa ragii eedaha xafiisadooda soo diran oo ay meesha wada joogan ragii eegana diyaar u yihiin markasta laakiin waxaan ku dadaalaynaa sectorada qaar kood waxay ka kooban yihiin mararka qaar kood 300 oo qof oo sectorka hada beeraha 300 oo asendo oo rag leh oo isu yimid aad doortay 12 qof oo gudoon leh oo mareen dheer oo gudoon ka yahay iyo ku xigeenaa dhankiisa xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Kamaluddin Daahir Xasan Guutaale oo madashan ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda kulankan aqoon isbedaarsiga uu leeyahay waxaan ka codsadaa sidoo kale dhinkiina inaad adinkoo kale dadka aad u soo xilsaartaan برنامج كان نلف فلولها إنا صحيح لسرطان وأكون فرح سنة إني جوغان سكتر دي أساسي أها إدوك كشقي لها مركي لها براكتيكال فرونت إدوك كشقي لها واج جوغان بدو من قبير رحوة غاها دايان ما غاوة حنكو إري نمان كي مول المال كاها إيما دي كيرنا إري نمان كي بأساس هستي والعكت هستو دوبي إيو أن سو دافن مركا سو سعطو مركا أن أبالان سنة نمان كاس إنو إنا سعرقنو marka insha Allah ta'ala anaga ka soo shaqeyn doono soo qaban qaabi doona shir at the highest level ah anagana waxaan ku iman doonaa meesha ugu sareysan ku iman doonaa runtii ganacsatada halkan joogta waa ganacsato maal gashata sector is critical ah yani runtii maanta waxaan ku faraxsanahay inuu naga soo qayb galo gudoomiyaha dekedda garacad oo ay gashay 100 million ku dhaw ama aan ka yareen ama ka badanba
marka sector critical infrastructure ah ports ah supply chain ka adduunka ku xiran geopolitics ka maantay red sea iyo indian ocean ku jira asaasi u ah oo ma laga yaabo maanta anaga iyo dawladaha region ka waxaan ka wada hadlayno Kenya Ethiopia Djibouti Eritrea Somalia Sudan Yemen yani region ka hadda aan deganahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo la investigate gabagabada kulanka ayaa waxaa soo xiray wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya xilibaan maxamed xasan maxamed bulale dawladda Soomaaliya oo ahaa laf dhabar markay timaado xukuumadda iyo hor socodka dawladnimada Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay maantayto in xafladan aqoonsi wadaarsiga haddana la hormariyay ganacsatada Soomaaliyeed inay liijaanka ama hoggaanka u hayaan arintan wixii mataqaana hadala iyo runtii meesha laga yimaaday iyo meesha loo socdo waxaa si wanaagsan oo qurux badan noogu faahfaahiyay hogeyaha aad buu mahadsan yahay waxaana isleeyahay aniga halka kale ama meeshan ku leeyahay waxa weeyaan iskaashiga caafimaadka iyo ganacsatada in aan laba kelmo ka dhaho runtii qaranka Soomaaliya iyo infrastructure-ka iyo dhismaha institution-ka caafimaadka maalinta aan ra'iisul wasaaraha uu noo furay xafladan lab systems-ka loo sameynayo waxay ahayd wax si gooni ah ii taabanayay oo aan islahaa why future of Somalia is changing to a different direction ama mustaqbalka Soomaaliya waxa uu tilaabsanayaa dhinaca loo baahan yahay inuu tilaabsado ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay xafladan ama mataqaana aqoonsi wadaarsigan runtii ay isugu yimaayeen labeenta magaalada oo maanta iyo maalintiisa labaad aan xireyno ay tahay waqtigii ugu wanaagsan oo aan xiri lahayn kulamada dambana waxaan rajaynaynaa sidoo xogeyaha inoo sheegay in intaan in ka sii ballaaran ay noqon doonto waxyaabihii quruxda badnaa halkan lagu soo bandhigayna ay ka soo bixi doonaan formulation iyo way forward tiimkan aan ka sugi doono haddana waxaan leeyahay si official ah maanta aqoonsi wadaarsigeena halkan ayuu nooga xiran yahay Cabdisalaan Juule Shaakir Urbaahinta dalsan Muqdisho iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinnimo Jimcaha uguna dambeysay maalinkii Jimcaha ee bisha Shacbaan ayaa inta badan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxay buux dhaafiyeen xeebta Liido sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinay wariyaheena Cabdihaab Cirguje kii kala dalaysgo si meeshaan waa lagu jiwaa nabad nabad waayay Jimcadii ugu dambeysay waayay aadana moqtay ina aan dambigeenta iskaga dhaqaa oo imaaday halkan aan ku suganahay waa xeebta Liido waana jimcihii ugu dambeeyay ee shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda dalka Muqdisho isugu yimaadaan maanta Muqdisho il yarta ayaa isqabtay waxana halkan jooga ku dhawaad 10,000 qof cirif ila ka cirif caasimadda dalka Muqdisho maanta gar ahaan halkan jooga oo Liido ah way buuxdaa weyn camiran tahay Talsan TV waxa la hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada halkan u soo dalxiis tagay oo jimcaha ugu dambeeyay ee Ramadaan maadaama la galayo waqti halkan ku qaadanaya dadka Muqdisho waqtigooda ugu badan waxay ku qaataan magaalada caasimadda Muqdisho karaan halkan xeebta Liido waa meelaha ugu badan ee waqtiga lagu qaato oo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ku caweeyaan habeenkii iyo sidoo kale maalinta Jimcaha ay soo dabaaltagaan maanta xeebta Liido boqolaal iyo boqolaal qof ayaa yimid kuwaas oo u dabaal yimiday halkana maanta ku dabaalanaya sabarkaasina jawi ku qaadanaya dad kala duwan oo isugu jira lamaanayaal dhalinyaro ayaan ugu dambeyntii maanta halkan ku sugan ee jimciigu dambeeyaha kan lagu kifaacayo lagu jimceysanayo waaye Ramadaan bal galay masalow waa dhawahay Dalsan TV waa in salaama markii hore ma sha Allah waa idu wadanaa soo dhawada waa dhawnahay alxamdulillaah rabbil caalamiin nabad bashbashi barwaaqo Ramadaankii waxaan nooga haray wax yar oo kooban ku soo dhawada anoo matelaayo wasiirka dalxiiska dhanka Liido doomiyada dalxiiska ano idin matelay waxaan idin leeyahay kubba ya wasiirka dhalinyarada ay dooratay dhalinyarada ay dooratay waana soo dhawaahaysiin idinkana waa committee way ku qanacsiin wasiirki ku runtahay ma haya lagu faraxsan yahay meeshaan waa lagu jiwaa nabad nabad waayay jimcadii ugu dambeysay waayay waa la soo mirwaa waa dhawaa maasha Allah Dalsan TV si fiican soo qaad waan waxa waayay waa ujeedaa markan indhaha markaa ta ku yiin markaa waxa weeyaan maanta Ramadaanka ugu dambeeyay oo hadana Shacbaan ugu dambeysa dhe oo inkastoo dadka inta ugu badan maanta soo gaareen wili hadda saaki ila hadaan joognay oo hadeertaan dad ila hadeertaan soo socdaan markaa waxa leeyahay maxaa soo qaadka ugu dambeeyay markaa waxa leeyahay soo dhawaada
دلسن تيفين أدب وما سنتع وحوى ميل والبقى جوكتين مر والبجر عن ليا إن شاء الله قرنت كسلو دلسن تيفي وما أنت قد مسات مع ألو كفا حيا لو كتش مع سنة يليدو صوم بالقلية أدب والله ما له بجمع والبوانو أي معنا ما شاء الله ما أنت نجمع وما أنت شعبان قد مسواي رب الله وأنا سواه يا معنا أسبوع عن قديس إن شاء الله بإذن الله كريم مر ما شاء الله أمدوا عليا دم بيجيو منافقنا ما لاسكنا فان رب الله نكريم سودوا على الله دلسن تيفي ما شاء الله ما شاء الله هو كده هاي أدي هذا يا أفرح سنة هاي ما دام بالرملان يسوي ده وده هاي ما شاء الله هذا أفرح سنة هاي ما نروح أسوي هذه إن تتك حد كي أنا موقتا إن أنا دم بيجنت إسكي غرقا هو إما ذي اللي ها أنا اللي ذا حد كي وحا حد كنت أتسكي غرقا نوا إلا ما هو إنه موقتا إن عمرة إنه يعني ما شاء الله عبادي إلهي ما هو إنه لكن محانت وحاي دم بيغرقا لو حال روا إن أفضل إسكي صورقا الشعب كصومالية دو حالي هاي ما شاء الله ما دام إبر رمضان يسورو ذا هاي هلا ما شاء الله هلا بود بود علي هاي إلهي إن دم بيغرقا دم بوالده دم مسلم بين إلهي هدافو علي إن شاء الله عبد الوهاب محمد شمع عبد الوهاب عرقو تور باهين تدرسن مقدشو هيدا أقوسي قرار وكاشن إيسا هيدا برك عياش سوماليا دا يا مغالد مقدشكو قابطي أقونش بيدار سكو سابسن ديوان قلنتا أقوسي قرار سيدا وركان وكفا فاهين يوريهن عبد الفتاح القعسي هيدا أقوسي قي ديوان قلنتا قران كينيرا وكاشن إيسا هيدا برك عياش قحوتيق قران كايا وحي مانتا سي ود جيره او قبتن برامج وعي جرين كو سابسن اقونسيي ديوان جلينتا قرنكا كاسو اي كسو قيب جلين هوغانكا بركعياشا غوبلكا بنادر برامج كان يا لوغو سو بندغي سيده ددك دلكا غوديهيسا كو بركعاي وهلي كران اديق بخينتا كاركا اقونسيي قرنكا يدو هياد النيرا اي قرشيساي ان اي بركعياشا سي لعق لاانه او سميسو ديوان جلينتا ددوينها أنا أنت عدد كسوري جرى أسقري أجد كي يروي زجرى قرقة هرتى يقول باللابا حاجة أودا ما هن قحط كا قرنك هاي حال جوجي قان دتك أنا أودا دتك دجي هقرا حد سدة أي دكارة داعش لو عادي لا يواك أنا إلى ما هذا لا يقدر لو يقص كله هاي قرقة أفكي سو الله جارين يقول دفتر ما قد قرقة يقول تعلم تقان وادلنا marka farxadaas waa ku mahadsantihiin maareeyaha hay'adda aqoonsiga iyo diiwaan gelinta qaranka Cabdiweli Timcade ayaa waxa uu sheegay in loogu talagalay aqoonsiga qaranka in la gaarsiiyo dadweynaha iyo waliba dalka oo dhan isla markaana ay muhiim tahay in lagu wacyigeliyo bulshada Soomaaliyeed raba fursada intay furan tahay in laga faa'iideysto hadhow markii ay xirmato oo meelo kiyo loo galayo oo lacag laga iska qaadayo hada xarumaha kale hada tagtaan lacag baa la iska qaadaya ya hadii marka aad ka faa'iideysan weydaan hada fursada ay niiso keenay oo aad si fiican isu diwaan gelin weydaan marka markuu lacag noqdo oo aad kaado oo meel kasta leeyin ku xiro ayaa ka daba tagaysan hadhow marka yaan maaragtay masuuliyadaas gudoomiyahan uga mahadcelinayna dadaal bay runtii iyaduna nala gelisay inaan halkaan soo gaarno shaqadan aan wada qabano waxaan rabnaa inta aan ka dhameystirno shaqadan waa kuuda jireyna idinku maadaama maamulayaashi aatiin waxaan rabnaa shaqada dhinaciina inaan ka gashaan ya inaad hareeraha nagala istaagtaan aan ku wada guuleysano in qof kasta hadafkeena aan ka dhigano qof kasta oo barakaca in la aqoonsado hadafkeena hadaan saa ka dhigno waxaan aaminsanahay shaqadan muddo kooban ayaan ku gaareynaa ilaahay idinkiis waxa jooga hay'adda aqoonsiga iyo hay'adda qaxuntiga dad u carabisan diiwaangelinta waa iska kaashanayna insha Allah xoogayaga waa mideynayna si aan arinta ugu guuleysano ilaahay idinkiis Marwa Safiye Xasan Maxamed gudoomiyaha hay'adda qaxuntiga iyo barakacayaasha qaranka ayaa waxa ay dhankeeda sheegtay in kaarka aqoonsiga uu suurtagelinayo barakacayaasha in ay helaan xuquuqdooda iyadoo hoggaanka barakacayaasha kula dardaarantay inay fursadan ugu faa'iideeyaan dadka kaamanka ku nool kuna wargeliyaan in lacag la'aan loogu adeegayo waxa ugu mahadcelineyna hay'adda NIRA oo hay'adda aqoonsiga juhdiga badan oo galiyay tiimkeeda xalay iyo maanta inshaalla isbuucidan soo wadeen haddana shaqo badan ay noo wadi bilaabanayso maxaa idinka marka maanta horyaal u tihiin idinka waxa noo horyaal u tihiin inaad kaamanka aad ka imaateen aad dib ugu noqotiin aad dadka wargelisiin in lacag inaan la idin ka rabinin ma faan
وكيلك مسؤول كان أوقات دولة الصومالية قادته أنا كان أنا هاي عطكي دولة واحد لاي ما فهمت ولا ليال وما هس عم تفتح من 40 الدرس مقدشو مجال هذا جروي عاصمة مامول كبونتلنا مامول كبونتلنا وحوكس وصاري أمرك وصاب سنين عمري جا وزارة أمنية تلس كعيدا كبوليس كي مامول كبونتلنا وكاشنا يلا مها كلا دوان أمنية ومجال هذا جروي أي صو صاري وركو صاب سن أمنية يولي بعمر الله حرير أمنية مجال هذا جروي ومعلمي الصور ده في كد عين فلا من درة وقعد إن الدليل يولي بع فلا من درة يولي بسد وكله مامول كبوليس كوي شيجين هنا يا وح بدن يك قبتن أمني قصلا مركعنا أمر ذا نيسوس أيسور رجين. الحين أنا ما ملكبون تلان سيد عبد الله يداني ودوان تل مقعب حمنها قوله إذا وزير ذا يا تلا بدن وقعد السدي أمني قم قال هذا جروي. قعنتا لو هو دجال هاي سل مركعنا ما المي دويت كدا عين. فلا اللي دجا أمني قا. ودان وركها بينما أتك داون يسين تي في قدال سنة خير تنا داون يسايع ونرجين تا. دالسن تي في إشه وركسون